الجواب ده يا ولدي ابوك عطاهولي قبل ما يموت بيومين، من يوم ابوك ما مات وهو هنا ما فارقني، اديله 5 سنوات. 5 سنوات هنا؟ ايوه يا ولدي. انت ما بتستحميش ولا ايه؟ الدنيا ساقعه يا مرزوق. صحيح معاكي حق. اجراه يا ولدي، هتعرف الكيان والحيكون. ابويا السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام يا ابا ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابا وحشتني. تخلص يا ولد. حاضر. بس والله انت وحشني يا ابا. فين قعدتك معانا واحنا بنتفرج على الماتشات؟ ما انت كنت بتحب الكوره قوي يا ابا. ايام والله جميله. قول لي اخبار الاهلي والزمالك ايه؟ لسه الاهلي برضه بيلعب الدوري. مش كنت يابا بتتفرج على الماتشات في التلفزيون عندكم ولا في ايه الاوضاع؟ لا عندنا الجزيره مشفره الماتشات. هي الجزيره دي متشفره دنيا واخره.